تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وأكد ولي العهد خلال الاتصال على ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي التداعيات الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني مع وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية. وأكد ولي العهد على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.